استمعوا الآن إلى كلمة السيد حسن علي حسن المدير القطري للتنمية بشركة أكوا باور، فليتفضل. شكرا دولة رئيس الوزراء، أصحاب المعالي، السادة الوزراء، بشكركم على الدعوة الكريمة. الحقيقة احنا هكون تو ذا بوينت علشان التزم بالدقيقتين. احنا في أكوا باور يمكن بدأنا نشاطنا في مصر من 9 سنين، ده يبين قد ايه احنا كين على السوق المصري ومؤمنين بالسوق المصري. في المشروعات اللي تحت الامبريلا بتاعت نوافي عندنا مشروع 1.1 جيجا وات اوف ويند، وده يمكن زي ما معالي دكتور شاكر قال ان هو هيكون اكبر مشروع للطاقه المتجدده من طاقه الرياح في المنطقه، الى جانب مشروع كومومبو 200 ميجا وات للطاقه الشمسيه. فيما عدا الرينيوبل يمكن احنا مضينا الام يو لانتاج الهيدروجين الاخضر، حاليا بنحضر ان احنا مع الاستاذ وليد جمال ان احنا نوقع الفريم ورك اجريمنت فيري سون ان شاء الله. عندنا يعني امبيشس بلان ان احنا نعمل حاجه كبيره جدا. احنا يمكن لا يخفى على احد ان احنا عاملين مشروع نيوم اللي هو الاكبر في الجرين هيدروجين، وعايزين نكرر التجربه في مصر على مشروع يمكن يكون اكبر من مشروع نيوم. الحقيقه بكرر تاني احنا حريصين جدا ومؤمنين جدا بالسوق المصري وخبرتنا السابقه الناجحه مع وزاره الكهرباء والوزارات الاخرى ان احنا نكمل في السوق المصري، وان شاء الله بنعد ان احنا نستثمر في الفتره المقبله 10 مليار دولار في السوق المصري في المشروعات المختلفة، ده بجانب المشروع الطموح لوزارة الكهرباء بإضافة 10 جيجا وات من طاقة الرياح. وبشكر حضراتكم، شكرا. شكرا للسيد حسن علي حسن على كلمتكم.